طبيعة الحال نعرف الإحصاء واش ساهمنا فيه واش شاركنا فيه، ولدينا اطلاع على الإحصاء. الإحصاء هو جزء من استراتيجية الدولة، تعتمد عليه الدولة في وضع سياساتها العمومية على المدى البعيد، والدليل هو الجهات التي تشرف على هذا الإحصاء. فأعتقد شخصيا بأن الدولة هي حاضرة بكل ثقلها في هذه العملية، نظرا لأهميتها ونظرا لحساسيتها ونظرا لتأثيرها على مستقبل البلاد. سمعت عليه أنا هاد الأيام، سمعت عليه وكان كنسمع، سمعت بأن كان شهر 9 شي إحصاء. أنا إحصاوني شحال هادي أنايا، ودابا كنسمع شي شهر 9 كاين شي إحصاء ولا ما عرفتش شنو هو. إحصاوني داكشي ديال الطيور والسافت، ومني السافت ما دابا ما عنديش ملي خلصت عليا الطريطات وكشي عشرات المليون. كنعرفوا الإحصاء ديما، راه كل وقت الوقت ديال حق الأجل ديالو تينوض. مش عارفوا الدولة شحال ديال المواطنين وشحال تزاد وشحال نقص. ضريبي العمل، العالم كلشي في هاد الخمس. إحصاء كنعرفوا شنو هو، حصاونا شحال من عام هادي، شحال عندنا، شكون اللي كاين، شكون اللي ما كاينش، وباقي حتى حاجه باقا ما موجوده. كنتمناو تكون شي ظاهره ويعرفوا الناس كيفاش ساكنين وفين ساكنين، وكنتمناو من الله يساعدوهم وكل واحد يعطيو شي دويره فين يتجمع العائله، وباش يتعرف من حتى الدار كيكونوا مجموعين بزاف مع العائله مع الدراري مع كلشي مخلط، هما يعطيوهم دويرات يكونوا مقادين. وكنتمناو الجميع كل شيء يدوز مزيان. دوزنا عدة إحصاءات في المغرب. الإحصاء هو إحصاء عدد السكان المملكة، وإحصاء عدد علاش كيقول إحصاء السكان والسكنة، يعني كيحصيو السكان وكيحصيو السكنة، وهذا الإحصاء مفيد للدولة. علاش؟ بحال كنقولوا هو الترمومتر أو المقياس ديال الدولة، من حدث باش غادي تزيد مستشفيات، باش تزيد مدارس، باش تزيد عاوتاني اماكن للعمل، لان مادام كنحصيو الا وكنحصيو على اساس باش نزيدو نوفرو شي حوايج اخرين اللي ربما المجتمع في امس الحاجه اليهم.